إذا مشاهدينا نتابع تفاصيل أكثر، معنا عبر الهاتف من عمان مدير مرصد الزلازل الأردني المهندس غسان سويدان. صباح الخير وأهلا وسهلا بك معنا. تفاصيل أكثر عن هذا الزلزال الذي ضرب تركيا وخاصة فيما يخص الهزات الارتدادية أيضا. صباح النور ستي، الله يعطيكم العافية جميعا. سجل مرصد الزلازل الأردني صباح اليوم الساعة 4:17 فجرا بتوقيت عمان زلزال قوي كانت قوته 7.7 بداية، نحن بنسجله شعر فيه حتى سكان الأردن وعمان مناطق الشمال مناطق الزرقاء. وطبعا بعد متابعة الأخبار اكتشفنا انه كمان انه بلش يعلنوا عن الدمار اللي صار في تركيا وانهيارات الأبنية وبعض الإصابات وبعض الضحايا، وكمان تم إخبارنا من قبل الأخوان انه في حتى في سوريا صار في بعض الانهدام للمباني. الزلزال وقع في الشمال الغربي السوري يعني جنوب تركيا منطقة مرعش، كان قوي جدا ويعد من الزلازل المدمرة ولحقوا طبعا ما يقارب لحد لغاية الآن فوق 20 زلزال ارتدادي. وطبعا هاي معظم الزلازل اللي بنسجلها احنا عندنا في الاردن كمرصد زلازل. نعم مهندس غسان، هل يعني التوقعات تشير الى عوده مره اخرى لهذا النشاط الزلزالي؟ سيدي هاي المنطقه معروفه زلزاليا عبر التاريخ انه فيها زلازل وحصل فيها زلازل، فاحنا لما نقول انه المنطقه هاي صار فيها زلزال بتكون منطقه معرضه بالاصل للزلازل. ومش غريب على المنطقة هاي هذا الزلزال اللي صار، يعني تركيا مشهورة بالزلازل الكبيرة والزلازل المدمرة للأسف. نعم، طب هناك توقعات حسب الأخبار بأن يكون يعني هناك تسونامي يعني بفعل هذه الهزات وبفعل قوة الزلزال الذي تحدثت عنه أيضا، وتحدثت بأنه فعليا هو قوته كبيرة جدا ومدمر. هل من المتوقع أن يعني يكون هناك تسونامي؟ هل متوقع أن يكون هناك المزيد من الأضرار سواء بتركيا أو بسوريا أو يعني بالمناطق المحيطة؟ لغاية الآن ما في يعني أي إشارات تدل على وجود تسونامي، ولكن الزلازل الارتدادية مستمرة ومتتابعة. في حتى عندنا زلازل وصلت قوتها 6.5 يعني في المنطقة قريبة منطقة الزلزال الرئيس. فان شاء الله نسال الله العفو والعافيه للجميع ان شاء الله. طيب بالعوده مره اخرى الى نشاط الزلزالي في هذه المنطقه ككل، كيف تقيمها وما هي الاضرار لربما التي من الممكن ايضا ان تنجم بشكل اكبر لا قدر الله اذا ما عادت وتكررت هذه الهزات وهذه الزلازل من جديد؟ نتحدث عن عشرات الوفيات والاشخاص الذين لقوا حتفهم في سوريا ومئات الاصابات ايضا. نعم سيدي، هو للاسف يعني هو زلزال كبير بكون الانطلاقه لزلازل صغيره، وهي الزلازل الصغيره الارتداديه اللي طبعا هي مش صغيره، احنا قاعد نتكلم 5.5 و6 درجات ارتدادي، فهذا زلزال قوي جدا. فهذه يعني للاسف انه ممكن تكون هاي هي الزلازل المدمره. فان شاء الله انه ما يكون يعني زي ما بنتوقع ان شاء الله. نتمنى السلامة للجميع، شكرا. كان معنا من عمان مدير مرصد الزلازل الاردني المهندس غسان سودان، شكرا جزيلا لك.